أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه ما لا يقل عن 8525 فلسطينياً من بينهم 3542 طفلاً استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن 130 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم، وإن 15 مستشفىً أصبحت الآن خارج الخدمة إلى جانب 32 مركزاً للرعاية الصحية.